قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. دائما لما أسأل عن شو قصتك مع الزراعة ما أعرف أجاوب، لأن قصتي مع الزراعة هي مثل قصص وايد، لأني أنا من النوع اللي كثير أحب أجرب. فسنة من السنوات بديت أزرع شغلات بسيطة من باب التجربة ومشت وياي، فصار عندي شغف كثير أني أتعلم عن الموضوع، لأن دام أنه طلع عندي معناته أني أنا ممكن أزرع أشياء ثانية. بعد ما ثقفت نفسي وطلعت أكثر وبديت أفهم التربة وأفهم النبات، الحمد لله تطورت المهارة إلى مجال تعليمي. كان هدفي الأمثل أني أقدم موضوع الزراعة المنزلية في البيوت بموضوع أنه سهل، ممكن كل بيت يحقق هالأمر. صار طموحي أني أوصل لأكبر عدد من الناس، سواء المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات، وإني أعلمهم بشكل مبسط كيف يأسسون حدائقهم المنزلية. أنواع المحاصيل اللي أزرعها في البيت، طبعاً أول شيء الطماط اللي هو سيد المائدة. أحرص كل سنة أني أزرع أنواع مختلفة من الطماط، أنواع متنوعة مو موجودة. طبعاً أنواع الباذنجان، أنواع الفلفل، أنواع الخس، أزرع القرعيات، الكوسة. تقريبا إحنا يعني أنا وصلت مرحلة إن كل شيء ممكن إحنا نزرعه في بلادنا. طبعا شعوري من اختاروني المركز الأول في جائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي، في ذيك اللحظة حسيت إن جاني دافع كبير أني أكمل مسيرتي ويعني أفكر في خطط أكبر وأوسع. مشاعر التتويج كانت لا توصف. نصيحتي لكل شخص حاب إنه هو يبتدي حديقة المنزلية، إن أول شيء يهتم فيه هو التربة. التربة هي الأساس، هي البيئة اللي راح تحتضن فيها البذور وبالتالي أشجارنا. التربة من نصلحها أو من نوجد لها الحياة اللي تحاكي الطبيعة الخارجية راح تبدع، راح نخلق فيها حياة ميكروبية، راح تحتضن بذورنا وجذورنا وبالتالي يعطينا نبات قوي. فنصيحتي دائما اهتموا بالتربة، التربة هي استثمار، سنة عن سنة إن شاء الله راح تتطور تربتكم وراح يعطيكم إنتاج أفضل.